السلام عليكم. النهاردة هنبدأ مع بعض في جزء اسمه الشيب مودلز. طبعا جزء الشيب مودلز ده يعني لا يكفي محاضرة ان احنا نتكلم فيه ولا محاضرتين، واقول لك على حاجة كمان، ولا حتى 10 عشان تاخد الشيب مودلز او تبدأ تفهم يعني ايه، لان ده بيبقى مبني على حاجات تانية كتير. بس ببساطة احنا اللي هيهمنا دلوقتي ان احنا نركز على الحاجات اللي ممكن تجينا في الامتحان. فانا مجمع لك النظري بتاعه في الاول اهوت. هو الشيب مودلز بيسالك على سؤالين، بيقول لك الفاليديشن اوف استيميتد الدنسيتي موديل. الدنسيتي موديل اللي هو عندكم في المنهج، الحاجه الوحيده اللي عندكم في المنهج اللي هي جاوس. فهو هنا بيقول لك ازاي بتعمل فاليديشن لايه للدنسيتي موديل. فبتبدا تقول له الاربع حاجات دول، بتقول له جنريت البي دي اف اللي هو البروبابيلتي دنسيتي فانكشن، بتستخدم حاجه اسمها الانفرس مابنج، وبعد كده بتستخدم حاجه بتستخدم حاجه اسمها تيست تكنيك، وبعد كده بتكمبير ما بين النتائج العمليه والنتائج اللي انت طلعتها. تمام. طبعا مش مطلوب منك اكتر من انك تعرف السؤال واجابته بس، يعني مش هنخش في تفاصيل علشان ده مش هيهمنا، احنا اللي يهمنا المسائل اللي موجوده معانا النهارده. طيب الانفرس مابنج التكنيك ده اللي احنا قلنا عليه فوق، ازاي بتعمله؟ بتعمله في الثلاث خطوات اللي مكتوبين قدامك دول. تمام. طيب بعد كده انا في حاجه عندي اسمها الشيب بروير او البي شيب. تمام. حاجه اسمها الشيب بروير او البي شيب، دي اللي بيبقى عليها المسائل، وهنفهم ده يعني ايه دلوقتي. ودي بتتكون من ثلاث حاجات، البروبابيلتي ماب والديستانس ماب والاكتيف شيب موديل، وهنفهم احنا الكلام ده دلوقتي. طيب انا في بس سؤال عندي مهم في الصفحه ده، ده لازم 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 نكون عارفينه كويس. بيقول لك وين شود وي يوز البي شيب او البروير شيب، امتى ينفع استخدمه؟ قال لك لما الاوبجكت بيكون له سيرتن شيب او شكل محدد، وان الدنسيتي اوف ذا اوبجكت اتس نوت هوموجينيس، يعني الصوره مش متداخله، الباك جراوند مش داخل في الفور جراوند والحاجات دي. وبرده في حاجه يعني هنقولها دلوقتي قدام، ان عشان استخدم البي شيب ده لو انا عندي اكتر من صوره، لازم الصور دي تكون معمول لها حاجه اسمها ريجستريشن، حاجه معمول اسمها ريجستريشن او محاذاه، وهنفهم الكلام ده واحده واحده دلوقتي. تمام. المهم ان انا دلوقتي اللي انا كل عاوزك تعرفه من الصفحه دي السؤالين دول، وان انا في عندي حاجه اسمها البي شيب او البروير شيب او الشيب بروير، ده اللي انا عاوزك تعرفه لحد دلوقتي. طيب هو مبدئيا كده يا شباب، انا البي شيب ده بستخدمه عشان يعمل لي عمليه سيجمنتيشن او كلاسيفيكيشن لصوره او ايا يكن. هو موديل زي المودلز اللي احنا خدناها قبل الميد ترم، اللي احنا كنا بنعمل بيها سيجمنتيشن للشيست. فانا المره دي اعمل سيجمنتيشن مثلا للكني. طب ايه الخطوات اللي المفروض انا اتبعها لو انا عاوز اعمل بروير شيب؟ قال لك اول خطوه اعمل سيجمنتيشن للتريننج داتا بتاعتك بشكل مانوال. يعني مثلا لو الاربع صور اللي قدامك دول هم التريننج داتا، ابدا افصلهم بشكل ايه؟ بشكل مانوال، زي ما انت شايف كده هو بدا يفصلهم الاربعه. تاني حاجه بيقول لك سيلكت وان ايمج تو بي ا ريفرنس، يعني مثلا هختار الصوره دي ان هي تكون المرجع بتاعي، ان ده اللي هيبقى هصنف على اساسها. لما باجي طبعا اعمل تصنيف او اي حاجه زي ما اتكلمنا قبل كده، لازم يكون عندي حاجه برجع لها، ريفرنس بصنف على اساسه. بعد كده بيقول لك ايه؟ الاين ذا اذر شيب، الاين اللي هو عمليه الريجستريشن اللي هي الالاينمنت، اعمل محاذاه ليهم. يعني اعمل محاذاه؟ يعني خليهم كلهم واخدين نفس الاكس والواي بتوع الصوره دي. بص هتلاقيه كلهم كانوا في الاول معوجين كده، مش واخدين نفس المحاذاه، هو بدا هنا يعمل لهم ايه؟ محاذاه، زي ما انتم شايفين اهم، كلهم بقوا على نفس المحور اكس وواي. يعني بمعنى اصح المحاذاه ده، شباب لو انا عندي صوره بالشكل ده وصوره ثانيه بالشكل ده، انا كل اللي مطلوب مني ان الصوره اللي معوجه ديت انا اقوم بس ايه اعمل لها الفها بس كده عشان تبقى زي دي، يبقوا اللي هما الاثنين ايه واخدين نفس المحاذاه ده بمفهوم بسيط يعني. تمام. طيب بعد كده بعمل حاجه اسمها الباينري، بحول الصوره الباينري يعني 0 و1 علشان ابدا اعمل ايه؟ حاجه اسمها الديستانس ماب، ودي اللي جايه دلوقتي اللي هي الديستانس ماب. خلاص. بعد ما بخلص الديستانس ماب عن طريق الاكواد او تكنيكس معينه، ببدا اطلع مين؟ اعمل عمليه سيجمنتيشن للكدني او ايا يكن اللي انا هعمل بيه ايه الموديل ده. المهم ان انا عندي سؤال مهم في الصفحه ده، اللي هو ازاي بعمل البروير شيب او ايه خطوات البروير شيب. معلش انا مش عاوز اخش معاك في تفاصيل قوي، لان فعلا التفاصيل دي مش هتفيدك، هو انت يعني ذاكر الحاجات دي بس وكفايه جدا. تمام. لان فعلا التفاصيل بقى دي مش هتفيدك، وهتاخد مننا وقت وهتطول وقت الفيديوهات، واحنا في غنى عن الكلام ده كله. فخلينا ايه في الحاجات المهمه. خلاص. طيب خلينا نكمل كده ونشوف ايه اللي جاي. هنا عندي بيعرفني يعني ايه بقى ديستانس ماب، والديستانس ماب دي يا شباب عليها مسائل. تمام. طيب بيقول لك is to calculate the distance map جوه صوره، استخدم القوانين دي. بص القوانين ديت عشان
هتحطها في المساله. يعني لما يجي لك مساله ديستانس ماب هنحط القوانين دي بالشكل ده زي ما هو، لكن ازاي هتطبق مساله الديستانس ماب وايه اشكال الديستانس ماب دي هنتعرف عليها دلوقتي فين في المسائل. طيب الديستانس ماب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان انا بعمل بجيب صوره او اكتر من صوره، يعني بعد ما اعمل لهم ريجستريشن ومش عارف ايه بقوم في الاخر مجمعهم كده في صوره بيبقى ليها ابعاد معينه، ديت اللي بتبقى المرجع بتاعي عشان لما يخش اي صوره ثانيه اعرف اعمل عنها ايه سيجمنتيشن. وهنفهم الكلام ده من المسائل دلوقتي، يعني زي ما قلنا مش عاوزين نخش في تفاصيل كبيره. طيب خلاص، يبقى القوانين ديت اول ما اشوف مساله ديستانس ماب اكتبها فيها زي ما هي كده خلاص، وهفهمك القوانين دي بستخدمها ازاي في المساله دلوقتي. طيب في عندي هنا سؤال، تعالى بقى نركز واحده واحده كده ونشوف الاسئله بتيجي ازاي. انا عندي نوعين من المسائل في الدرس ده، مسائل البي شيب ومسائل الديستانس ماب، ويبقى احنا كده خلصنا المسائل اللي في المنهج كلها. يبقى احنا كده خلاص وصلنا النهارده لاخر حاجه في المسائل خالص. طيب اول حاجه عندك بيقول لك given the following four manually segmented registered training images، اداك اربع صور معمول لهم سيجمنتيشن. احنا ممكن نعمل زوم بس كده، اداني اربع صور اهو معمول لهم ايه سيجمنتيشن، وقال لي ان هما معمول لهم كمان ايه ريجسترد، يعني الاربع صور دول معمول لهم محاذاه. قال لك دي الصوره الاولانيه تريننج 1 تريننج 2 تريننج 3 تريننج 4، وقال لك معلومه مهمه، قال لك ان الاوبجكت بياخد ليبل واحد والباك جراوند بياخد ليبل زيرو. طب لو ما قاليش المعلومه دي افرضها انت ما بيننا وما بين بعض، يعني تمام اعتبر ان الاوبجكت دايما واحد وان الباك جراوند كام زيرو. تمام، بعد كده اول سؤال بيقول لك بيلد ذا بروبابلستيك شيب، عاوز البي شيب. طيب عاوز البي شيب او عاوز البرير ماب، عاوز ايه يا شباب؟ البي شيب. ركز بقى معايا انا بجيب البي شيب ازاي. بص انت بتجيب البي شيب لحاجتين، للباك جراوند والمين وللاوبجكت، هو دول اللي عندي في الصوره. طيب انا هروح اجيب البي شيب اهو، ركز معايا، هقوم قايل البي شيب عند مثلا اس بيساوي واحد، يعني عند الاوبجكت اس او 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 اكس اي رمز اللي هو ده. انا دلوقتي هحسبها عند اكس تساوي ايه واحد او اس بتساوي واحد. هي الصوره عندي كام في كام؟ تعالى اما نروح نعد 1 2 3 4 4 في 4 تعمل جدول 4 في 4 خلاص. تعالى بقى ركز معايا قوي، ده المهم بقى، انا ازاي بطلع البي شيب؟ ملحوظه المساله دي امتحان سمر دكتور حسام السنة اللي فاتت، تمام؟ السمر اللي فات نفس المسألة بنفس كل حاجة، فركز معايا مسألة مهمة. أنا دلوقتي عاوز أطلع البي شيب عند الإس بتساوي واحد، هقول لك بقى على الطريقة ودي اللي إحنا نمشي بيها في مسائل البي شيب كلها. روح على أول بيكسل في الصورة الأولى هتلاقيها صفر. أهو بص اللي أنا هحددها لك دي صفر. طب الصورة التانية أهي صفر، الصورة التالتة صفر، الصورة الرابعة صفر. يبقى هنا احتمال الواحد بكام؟ يعني احتمال ان البكسل دي تبقى واحد؟ مفيش، ده هو اصلا كلها بصفر، يعني هي دايما الصوره البكسل هيبقى بكام؟ بصفر. فخلاص يبقى اول حاجه عندي بكام؟ بصفر، ده مفيش عمرها ما تبقى بواحد. طيب اللي ما فهمش الاولانيه يخليه معايا في الثانيه، البكسل الثانيه صفر 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 برضه مفيش ولا واحد، فهيبقى احتمال الواحد بكام؟ بصفر. طيب ممكن يكون واحد ما فهمش اول اثنين بكسل، الثالثه هتفهمك قوي، صفر 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 واحد. لا هنا استنى بقى، هنا الواحد ظهر كم مره؟ يعني الاوبجكت ظهر كم مره؟ ظهر مره في اربع صور، يعني احتماله واحد على اربعه، يعني الاحتمال بتاعه يبقى كام؟ ربع. طيب واحد يقول لي ما فهمتش، كمل معايا بقى الصوره، هتلاقي ده صفر 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 صفر، يبقى احتمال ظهور الاوبجكت صفر. هتلاقي لو جيت تبص كده هتلاقي الاصفار اللي انا بكتبها دي كلها اصفار، صفر صفر صفر، تمام؟ بعد كده هنبدا وهتلاقي برضو ده ايه؟ ده صفر، خلاص؟ تعالى بقى لما نخش جوه في الشكل هتلاقي، تعالى مثلا على البكسل دي واحد، بص اللي انا بظللها دي واحد واحد صفر واحد، ظهرت عندي كم مره؟ ثلاثة، ظهرت عندي كم مره؟ ثلاثة، يبقى احتمالها كام؟ 75%، وهكذا بقى. هتلاقي ده اللي بعدها مثلا، تعالى نغير اللون عشان الناس تاخد بالها، البكسلز دي مثلا اللي هي اللون احمر دي واحد 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 واحد، ظهرت اربع مرات، يعني الواحد ظهر اربع مرات على اربعه، يبقى اربعه على اربعه فيها كام؟ الواحد، تمام؟ تعالى برضو ناخد اللي بعدها هتلاقيه ظهرت 3 75%، واللي جنبها بكام؟ بواحد، واللي تحتها دي 75%، خلاص؟ يبقى انا كده حسبت البي شيب بتاع مين؟ بتاع مين يا شباب؟
الاوبجكت. تمام، تعال بقى نجيب البي شيب بتاع الباك جراوند، 4 في 4 برضو اهو، 4 في 4. ركز بقى معايا، هقول بي شيب بتاع الاس بيساوي 0. ما تروحش بقى تعمل نفس الطريقه، ما تروحش تشوف احتمال ظهور الصفر كام مره، لا، انت معاك البي شيب بتاع مين؟ الاوبجكت، اطرحه من واحد، يعني دي صفر، البيكسلز دي صفر، اطرحها من واحد فيبقى ده واحد، اطرح من واحد يبقى واحد، 75%، واحد 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 واحد، ربع، صفر صفر، ربع ربع، بس كده خلاص بتاعت مين؟ الباك جراوند اهو. ده دي الاجابه يا شباب اللي هي دي اللي انا علمت عليها دي، خلاص. طيب دلوقتي بقى، هو بعد ما انت ما خلصت اللي هو بيقول لك بيلد الشيب موديل، خلاص انا عملت بيلد للشيب موديل، ما مش محتاج منك اكتر من كده. بيقول لك يوز، استخدم الموديل ده عشان تعمل كلاسيفاي للصوره دي، الصوره اللي انا هظللها بالاحمر دي يا شباب، هو مديني الصوره اهو، بيقول لي ايه؟ اعمل كلاسيفيكيشن للصوره دي، يعني قول لي مين في الصوره باك جراوند وقول لي مين في الصوره اوبجكت. هقول له حاضر، بص روح اعمل ايه؟ الجدول اللي هو 4 في 4 عشان نبدا نشوف مين البكسل اللي هتبقى اوبجكت ومين البكسل اللي هتبقى باك جراوند. بص يا سيدي، خلينا نتفق اتفاق كده، طالما بتحل في البي شيب ورايح تعمل كلاسيفيكيشن للصوره، الصوره اللي هو مديها لك ولا كانه مديها لك، اشطب عليها، مش موجوده يعني، انا مش هبص على الجري ليفل، تمام؟ ده غير طبعا الشغل اللي انا عامله ده يختلف عن الشغل بتاع السوبرفايزد والان سوبرفايزد، تمام؟ ده حاجه وده حاجه، ركز وافصل ما بينهم وما تحاولش تخلط الامور ببعضها. طب انا عامل كلاسيفيكيشن ازاي يا عم؟ ببساطه خالص، انت مش انت معاك البي شيب بتاع الاوبجكت والبي شيب بتاع الباك جراوند، روح شوف مين الاكبر. هنا اول بيكسل ده صفر وده واحد، مين اكبر؟ الباك جراوند اكبر، يبقى البيكسل الاولانيه هتبقى صفر باك جراوند. طيب اللي بعدها ده صفر وده واحد، مين اكبر؟ الباك جراوند اكبر، واحنا كنا متفقين ان الباك جراوند بياخد صفر فهتبقى دي صفر. طب اللي بعدها ربع و75 من 100، الباك جراوند اكبر فهيبقى صفر. طب اللي بعدها صفر وواحد، الباك جراوند اكبر فهيبقى صفر. هتلاقي اللي على اليمين ده صفر 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 عشان الباك جراوند اكبر. طب تعالى هنا كده هتلاقي برضو صفر صفر صفر، الباك جراوند هنا برضو اكبر. طب هنا واحد وده صفر، يبقى الباك جراوند اكبر هيبقى صفر. طيب ربع، ركز بقى، ربع و75 من 100، لا ده الاوبجكت كده اكبر فده ياخد واحد، وهنا واحد وصفر الاوبجكت اكبر ياخد واحد، واحد وصفر الاوبجكت اكبر ياخد واحد، 75 من 100 وربع الاوبجكت اكبر ياخد واحد، الاوبجكت اكبر ياخد واحد، فهتلاقي الصوره طلعت معاك كلاسيفيكيشن بالشكل ده. ما انت كده معنى كلامك ان هو اي صوره هيديهاني هيطلع الكلاسيفيكيشن بتاعها بالشكل ده؟ ايوه يا فندم، هيطلع الكلاسيفيكيشن بتاعها بالشكل ده عشان انا ما عنديش جري ليفلز اقارن ما بينها اصلا، زي ما كان بيحصل عندي في الايه؟ في السوبرفايزد داتا، تمام؟ فهنا بعد اذنك لما يديك الصوره ولا كانك شايفها، وابدا اعمل كلاسيفيكيشن بالشكل اللي احنا عملناه ده، تمام؟ تمام، تعالى لما نشوف المساله اللي كده المفروض ان انت فهمت انت ازاي بتطلع البي شيب. ده اللي يهمني، ده اللي يهمني في الدرس بتاع النهارده كله، ازاي بحل المسائل، ازاي طلعت البي شيب بتاعت الاوبجكت وازاي طلعت البي شيب بتاعت الباك جراوند. تعالى كمل معايا كده لما نشوف ايه اللي عليه. المساله اللي عليها الدور بيقول لي انا مديك البروباليستيك شيب، كتر خيرك، هو مديني البي شيب بتاعت الاوبجكت اهو، البي شيب بتاعت مين؟ الاوبجكت. طيب لو انا عاوز اجيب البي شيب بتاع الباك جراوند قبل ما يطلبها مني، اطرح من واحد طلع بتاعت الباك جراوند، بس انا مش عاوزها دلوقتي، تمام؟ وبعد كده كمل معاك بيقول لك وات از ذا كونديشن نيدد فور ذا تريننج ايمج تو استيميت البي شيب، ايه الشرط اللي انت لازم تنفذه عشان تعمل البي شيب؟ زي ما اتفقنا السؤال ده اجابته بتتلخص في كلمتين، زي ماست بي ريجسترد، اللي هو الاجابه ايه؟ الاجابه ايه؟ زي ماست بي ريجسترد، تمام؟ يبقى تاني الاجابه اللي هي زي ماست بي ريجسترد دي، لازم الصور يكون معموله محاذاه الصور اللي هي داخله في التريننج داتا ده عشان اعرف استخدم البي شيب. طيب في سؤال تاني، السؤال ده عاوزك تفكر معاه فيه شويه، بيقول لك هاو ميني تريننج ايمج ار ليبلد از ا باك جراوند، في كام صوره هتتصنف على انها باك جراوند في التريننج؟ تاني نفهم السؤال مع بعض، انا عندي هو مديني كام في مديني خمس صور في التريننج وايه اللي فوق خمسه اهو، تمام؟ بيقول لي في كام صوره من الخمسه دول، وليكن اهو ادا 1 2 3 4 5، دول الخمس صور اللي معمول لهم تريننج داتا، وهو قال لي معمول لهم ريجسترد. بيقول لي في كام صوره من دول هتتصنف على انها، ركز، باك جراوند، باك جراوند، تمام؟ على فور ذا شيدد بيكسل، علشان يطلع لي الشيدد بيكسل ديت بالرقم اللي هي فيه ده،
يعني الرقم اللي في الشيدد بيكسل ده بكام؟ ب 8 من 10. الرقم اللي في الشيدد بيكسل ب 8 من 10 بس، ده للاوبجكت. طب هو الرقم ده عشان يطلع كان المفروض يبقى ايه اللي موجود عندي؟ بص لو انا جيت احل المساله بالعكس عشان اطلع الرقم اللي هو 8 من 10 ده، ركز، هفترض ان البكسل دي، ركز كده، كان فيها هنا البكسل اللي هي المتظلله دي، ده شغلي عليها. هو دلوقتي مدهاني في الاوبجكت 8 من 10، فانا عاوز اعرف الارقام اللي كانت محطوطه كام عشان يدي ده 8 من 10. فانا لو قلت لك كان محطوط مثلا 1 1 1 1 0، هقول لك كده البكسل ديت لو انا بحسب البي شيب، لو انا بحسب البي شيب بتاع الاوبجكت، فالبكسل دي تطلع بكام؟ هنطبق نفس القاعده بتاعت المره اللي فاتت، 1 1 1 1 0، يبقى الواحد اتكرر 4 مرات، يبقى 4 على 5 بيساوي كام؟ 8 من 10. يبقى مظبوط كده، يبقى هو فعلا كان في هنا عندي 4 وحايد. يبقى انا في كام عندي صوره باك جراوند؟ صوره واحده بس هي اللي كانت البكسل دي فيها باك جراوند، عشان كده كتبت له هنا 1 بكسل فروم 5 ايمجز، صح؟ طب الكلام ده مظبوط. طب هل بقى انا كل ما هاجي اشتغل هقعد افرض وحايد؟ لا طبعا، الكلام ده مش منطقي. انت كل اللي انت هتعمله، انت عندك البكسل 8 من 10، 8 من 10 دي بتساوي كام على 5؟ مش هي عدد الصور هنا اللي فيها الوحايد لما هتضيفها هنا، مثلا دول كان 4 صور، فهي تقوم 4 على 5 فيها 8 من 10، فهتحط هنا اكس وتعملها بقى الحاسبه، يطلع اكس معاك ب 4. الاوبجكت واخد 4 صور، يبقى الباك جراوند واخد كام؟ انت عندك 5، يبقى الباك جراوند هياخد واحد صوره زي ما انا كاتبها له هنا 1 بيكسل. بعد ما هو بيخلص السؤال بيقول لك اعمل لي كلاسيفيكيشن للتست ايمج. اول حاجه اعمل ايه؟ ولا كاني شايفها، واروح اطلع البي شيب بتاع الباك جراوند. اطلع البي شيب بتاع الباك جراوند ازاي؟ 3 في 3 1، يبقى 0 0 2 من 10 0 6 من 10 4 من 10 1 4 من 8 من 10 1، وابدا قارن ده 0 وده 1، يبقى البي شيب اكبر يبقى تاخد 1، ده واحد وده صفر يبقى البي شيب بتاع الاوبجكت اكبر يبقى الاوبجكت كان بياخد 1، ده صفر وده 8 من 10 الاوبجكت اكبر. طب تعالى ناخد واحده باك جراوند، دي 8 من 10 ودي 2 من 10، 8 من 10 اكبر، معنى كده ان الباك جراوند اكبر، يعني الصفر هو اللي يكسب، فحط الصفر هنا. تمام يا شباب؟ تمام كده، انا خلصت لك الافكار. تاني خلصت لك الافكار بتاعه البي شيب. كانت لو جالك اي مساله بي شيب مش تخرج بره الفكرتين دول، تاني وتالت وعاشر، البي شيب يا اما هيجي يديني شيدد بوينت او هيجي يظلل لي نقطه ويقول لي النقطه دي كان فيها كام باك جراوند وكان فيها كام اوبجكت، وزي ما اتفقنا وفصصتها لك واحده واحده. او ان هو يجي يدي لك التريننج ايمجز ويقول لك طلع لي مين؟ طلع لي البي شيب، فبتطلع للاوبجكت وبتطلع لمين؟ للباك جراوند. وطبعا بيقول لك كلاسيفاي، بمسح الصوره وبشتغل عليه. اخر حاجه، اخر حاجه لما يجي يقول لك ايه الشرط اللي انا لازم اعمله علشان الصور دي تبقى في التريننج ايمج اخدها معايا، بتقول له الشرط بعد اذنك خلي الصور دي ايه؟ ريجستر. تمام. المساله اللي بعد كده مساله عن الديستانس ماب. تمام. والديستانس ماب برده المسائل بتاعته بشكلين، ناخد شكلين مع بعض ونعرف بيتحلوا ازاي. طيب تعال، هو مديك التريننج ايمج، هو بيديك تريننج ايمج اهو، وبيقول لك طلع لي منها الديستانس ماب. بص مسائل الديستانس ماب بسيطه خالص. اول حاجه هتروح تحط الايه؟ القوانين اللي هي بالشكل ده كده. تمام. وهنفهم دلوقتي القوانين دي انا كتبتها ليه كده، ما القوانين دي ما بتتكتبش هباء. وهشوف الصوره كام في كام، الصوره 1 2 3 4 5 في 5، فاروح اعمل جدول كبير 5 في كام في 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. تمام. طيب تعالى بقى واحده واحده عشان نشوف انا هطلع الديستانس ماب ازاي. الديستانس ماب يعني لازم تشوف انا بعمل ايه وتطبق بايدك. لو قلت خلاص انا فهمت وسيف عمل ايه وبعد كده لما تبقى تجي في الامتحان احلها، هتغلط. تمام. تعال بس نغير اللون ونبدا كده ايه، نشتغل واحده واحده. اول حاجه بتروح على الصوره وبتحدد الحدود بتاعتها. طب انا بحدد الحدود بتاعت الصوره ازاي؟ ببساطه خالص. انا تعالى معايا كده في الجنب هنا تحت اهو، انا يبقى عندي صوره، الصوره ديت بيبقى فيها شكل بالشكل ده كده، فانا عاوز احدد الحدود بتاعت الشكل دي. روح شوفي الوحيد فين، الوحيد اللي ماسكه في بعض، هتلاقي كاتب لك وحيد بره بالشكل ده كده، لان هي دي الثري شولد او العتبه اللي بتفصل الصوره عن بعضها. فببساطه عشان احدد الحدود بتاعه الصوره هروح ادور على ايه؟ على الوحايد. تعالى لما نروح ندور على الوحايد مع بعض، ثواني مش مهم خلي، تعالى نروح ندور على الوحايد مع بعض.
هتلاقي بص ادا واحد، ركز بقى انا هبدأ اظللهم اهو، واحد اهو، واحد 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 واحد. لو انت جيت توصلهم ببعض كده هيعمل لك كأنه حد كده، الوحيد اللي بره دي لو جيت اوصلها ببعض كده، بص 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 بص، كأنه ايه، كأني عملت اللي هو من الاخر الحدود او الثري شولد بتاع الاوبجكت، او فصلت الاوبجكت عن الباك جراوند، اللي هو وصلت ايه الحدود بتاعه المساله. طبعا الكلام ده المفروض انكم تكونوا خدتوه في الايمج بروسيسنج، بس ما علينا. طيب تعالى دلوقتي بعد ما انا محددت الوحيد دي، انا دلوقتي عاوز اطلع الديستانس ماب. قال لك ببساطه البحيرة ديت هي الباوندري بتاعت الصوره بتاعتك، فبتاخد اصفار. عشان كده لو جيت تبص هنا هتلاقي في القانون بيقول لك صفر اون الباوندري، ده القانون. فالوحيد ديت هروح في الديستانس ماب اديها اصفار، فالوحيد دي لما اجي انقلها في الديستانس ماب هتبقى بالشكل ده كده، هيبقى في هنا واحد هيبقى صفر اهو، صفر صفر، وفي هنا صفر، وفي هنا صفر وصفر. خلاص تمام، متفقين كده؟ احنا عملنا اول خطوه في الديستانس ماب، بروح احدد الباوندري بتاعي او الوحيد الخارجيه وابدا اعمل ايه، احطها بصفار. اتفقنا كده يا جماعه؟ كده انا عملت اول خطوه في الديستانس ماب. طيب تعالى اما نعمل تاني خطوه. بص تاني خطوه بقى، روح على اي بيكسل تاني في الصوره غير الباوندري وابدا شوف ايه اقرب، ايه اقرب تاني، ايه اقرب باوندري ليها. روح على كل بيكسل في الصوره وشوف اقرب باوندري ليه. تعالى نبدا. بس خلي بالك هو قال لك حاجه، انت بتجيب اقرب باوندري بتجيب له مسافه. المسافه دي بجيبها ازاي؟ قال لك لو انت جوه الاوبجكت، يعني انا جوه الحدود دي تمام، يعني انا لو جوه الدايره اللي انا هرسمها تاني دي، حط القيمه بالسالب. يعني اي حاجه تطلعها جوه الدايره دي، اي بيكسل هيطلع جوه الدايره دي حط بالسالب، لو بره الدايره حطه بالموجب. هو ده القانون المكتوب تحت. طيب تعال ما نشتغل واحده واحده ونفهم الموضوع. انا هروح على البيكسل اللي هو الواحد اللي جوه ده، فين اقرب بيكسل لي او اقرب باوندري لي، اقرب باوندري لي او اقرب واحد لي، هتلاقي ده اللي هو اللي انا هتعال نغير اللون اللي انا هظلله بالاخضر ده، ده اقرب حاجه لي، او اللي جنبه ده قريب لي برضه، او اللي تحته ده على طول ده اقرب حاجه لي، او اللي تحته ده اقرب حاجه لي. انت عاوز توصل لايه؟ هات من الاخر هقول لك انا عاوز اوصل لايه. قيس لي المسافه ما بين الواحد ده اللي هو متلون بالاخضر ده واقرب حاجه لي. بص احنا بنمشي في الديستنس لما باجي اقيس المسافات في اكس وواي، يعني هتحرك في اكس وفي واي، وبعد كده بتقوم رايح قايل له الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد ايه؟ زائد واي تربيع. فتعالى اما نمشي اكس وواي، انا مثلا اروح على الباوندري اللي هو الواحد ده اقرب حاجه لي واحد اهو، يعني انا كده مشيت في اتجاه واي واحد، ومشيتش ما احتجتش امشي في اكس، يبقى هي هتبقى الجذر التربيع لصفر تربيع زائد واحد تربيع، هيطلع بواحد. بس الواحد ده اللي طلع لك ده، القيمه دي هي جوه الصوره ولا بره الصوره؟ هي جوه، فتحط بسالب واحد. واحد يقول لي طب تعال ناخد باوندري تاني، اقول لك ماشي. الواحد ده اقرب حاجه ليه في الجنب اهو، جنب اهو، يبقى انا كده مشيت على في اكس وما اضطرتش امشي في واي، مشيت في اكس كام؟ واحد، وفي واي صفر، هيديك واحد برده تمام. طب خد اللي تحتها، هتبقى مشيت في واي واحد، وفي اكس ما مشيتش حاجه. طبعا بقى واحد يقول لي انا مشيت في واي ولا في سالب واي، مش هتفرق لان المسافه عندك انت بتحطها تربيع تمام. طيب تعالى لما ناخد ده، ما هو ده باوندري برده وممكن يمشي له كده، بس عشان يمشي له ثواني بقى عشان ايه الناس تبدا تشوف، انا هكبر شويه، هكبر اهو اللي انا عاوز ازوم عليه. بص بص معايا، انا عاوز اروح من الواحد اللي انا واقف عنده ده لدي، همشي كده صح؟ بس مش هينفع امشي كده على طول، انا همشي واحد في اكس وواحد في واي، يعني همشي واحد في اكس كده واحد في واي كده، نغير اللون، همشي واحد في اكس كده اهو وهنزل واحد في واي كده اهو عشان اوصل للواحد ده تمام. طيب تعالى بقى نرجع، انا كده عرفت ان انا همشي واحد في اكس وواحد في واي، يبقى الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لواحد تربيع زائد واحد تربيع يديك جذر 2، يعني واحد وشويه. طب مين اقرب، الواحد ولا الواحد وشويه؟ الواحد، خلاص هاخد الواحد تمام. يبقى انا باخد المسافه الاقرب، باخد المسافه الاقرب. طيب انا عاوز اجيب الديستانس ماب بتاع اللي بعده اللي هو الواحد ده، برضه هتلاقي اقرب حاجه ليه يا اما ده يا اما اللي فوقه، فهتبقى مشيت واحد برضه هتبقى سالب واحد. طبعا بقى هي بتجيب ايه؟ بالتكرار تمام؟ يعني هي بتيجي معاك بالتكرار. طيب اللي ما فهمش الكلام ده خلينا بس كده نخش على الصوره، نمسح الكلام اللي احنا كتبناه ده وناخد حاجه ثانيه. خلينا نشيل كل الكلام ده وناخد حاجه ايه؟ ثانيه. طيب تعالى نجيب اللون ده، وعاوز مثلا اجيب الديستانس ماب بتاع البيكسل دي مثلا اللي انا بلونها باللازق، اقرب باوندري ليها فين؟ هتلاقي اللي تحتها على طول، ده اقرب حاجه بعينك بواحد. يبقى انا مشيت في واي واحد، يبقى الجذر التربيعي لصفر تربيع زائد ايه؟ زائد واحد تربيع تمام؟ الجذر التربيعي تاني لصفر تربيع زائد واحد تربيع هيديك واحد، وما تحطوش هنا بقى بالسالب، انت خرجت بره الاوبجكت،
فهيديني كام؟ واحد. تمام؟ انا عارف ان ديستانس ماب بتلخبط شويه بس مهمه جدا، فانا ماشي معاك خطوه خطوه. طيب تعالى مثلا ناخد الصفر ده اللي انا بلونه بالازرق، الصفر ده هتلاقي اقرب حاجه ليه الواحد ده على طول، يبقى برده كاني مشيت واحد وهنا مشيت واحد. هتروح الناحيه التانية هتلاقي الصفر ده هنا كده، انا مشيت واحد وهنا مشيت واحد، فيبقى ده واحد وده واحد. تمام، حلو جدا. طيب الصفر ده برده هنا في يا اما همشي واحد كده يا اما همشي واحد فوق، يبقى ده بواحد. طيب الصفر ده يا اما همشي واحد كده يا اما همشي واحد فوق، يبقى ده برده بايه؟ بواحد. خلاص تمام. طيب الصفر ده برضو في واحد تحت اهو، واحد هنا اهو. طب والصفر ده في واحد هنا اهو او واحد تحت اهو، يا اما واحد يا اما واحد، عادي براحتك. اهم حاجه خد اقرب باوندري ليه. لو لقيت في اتنين باوندري عندك ملخبطينك احسب المسافه على الاتنين وخد ايه؟ وخد مين؟ الاصغر. هنشوف دلوقتي الكلام ده. طيب تعالى لما ناخد مثلا وليكن حاجه زي ده كده، شوف ده شايف الصفر اللي انا بظله ده؟ واحد بقى يجي يقول لي طب يا عم انا هروح هنا على الواحد ده ولا هروح على الواحد اللي تحت ده؟ ما الاثنين باوندري ومش قادر احددها بعيني. هقول له بسيطه، شوف ده يحتاج منك كام خطوه وده يحتاج منك كام خطوه. هتلاقي الواحد ده اللي هو الدياجونال ده هيحتاج منه واحد اكس وواحد واي، يعني جذر واحد زائد واحد يديك جذر اثنين اللي هو واحد وشويه. طب اللي تحت ده اللي هو اللي في الخط المستقيم اللي هو اتنين في واي هيبقى جذر صفر عشان مش شايف اكس زائد 2 تربيع، يعني هيديك 2. طيب ده 2 وده واحد وشويه، يبقى انت تاخد مين؟ لا يبقى النقطه دي هتاخدها بواحد وشويه، يعني النقطه دي لما اروح احطها في ديستانس مان احطها بجذر 2. طيب اللي ما فهمش دي هنمسح تاني ونروح نعد الخطوات. تعال امسح ده. انا اهم حاجه عندي انك تفهم الديستانس مان، يعني ده اهم حاجه لان انا عارف ان هي رخمه. تعال نكبر بقى شويه كده وناخد مثلا النقطه دي اللي هي في الاول بره دي اللي هي بالازرق دي. هتيجي تقول لي بص والله انا محتار، يا اما هروح للباوندري ده يا اما هروح للباوندري ده، ما انا محتار مش عارف اروح لمين. اقول لك ببساطه روح هات الاثنين. فهنقول ان الاولاني اللي هو اللي انا هظلله عايل عليه بالاخضر ده، تعال اما نروح نجيب المسافه بتاعته. بص انا همشي لده ازاي، هتمشي 2 في واي وواحده في اكس، يبقى الجذر التربيع الواحد زائد 2 تربيع هيطلع بجذر 5. جذر 5 يعني 2 وشويه. طب والبعيده دي اللي هو اللي بالازرق دي هروح لها ازاي؟ هتمشي 2 في اكس وواحد في واي، اهو نقطتين اهو في اكس وواحد في واي، يعني 2 تربيع زائد 1 تربيع طلعت برده جذر 5. يعني اللي انت كنت شاكك فيهم الاثنين طلعوا بيدوك نفس الرقم، خلاص يبقى هتحطها بكام؟ بجذر 5. يبقى هروح هنا كده واقوم حاطط دي بكام؟ بجذر 5. طيب اللي بعد كده هتيجي تروح على النقطه اللي هي دي اللي هو الصفر ده، هتلاقي اقرب باوندري اللي هو الدياجونال ده اللي هو يطلع بجذر 2. جرب بقى بايدك ولو عطلت عرفني، ما ينفعش تعدي الحته دي. اللي هيعطل في الديستانس ماب انا كده كده هبقى محدد مواعيد للناس عشان تبقى تيجي، اللي عنده مشكله يبقى يجي لي ونبقى نقعد مع بعض نخلص. فاللي هيعطل في الديستانس ماب يجي وانا اشرحها له تاني، مع ان انا شايف ان الفيديو ده هيبقى احسن 100 مره من انك تفوت الفرصه دي، انك هتقدم وتاخر براحتك. طيب النقطه اللي تحت دي، النقطه اللي تحت دي لو رحت تعملها هتلاقي اقرب برده حاجه ليها الدياجونال ده اللي هو هتبقى بكام؟ بجذر 2. تمام، وبرده نفس الكلام على النقطه دي، اقرب حاجه ليها يبقى الدياجونال ده يبقى جذر 2. اقرب حاجه للنقطه بعد كده انت عندك دي هيبقى برده هتبقى دياجونال كده هتبقى جذر 2 اللي هو واحد في الاكس واحد في الواي يعني. وبعد كده الصفر اللي بعيد ده هيبقى زي الصفر اللي بعيد اللي هناك هيبقى جذر 5، هيتبقى لك ده هتاخده دياجونال كده بجذر 2. يبقى انا كده حسبت الديستانس ماب، حسبت الديستانس ماب. اهو بص ديستانس ماب عندك تحت اهي. طبعا لو انت فتحت البارت ولقيت شويه ارقام قدامك والله لو قعدت للصبح، بس انا مجرب الموضوع ده كانت سيلف ليرنينج، شفت شويه ارقام حاولت افهمها مفيش، اجيبها يمين شمال مفيش، لازم تشوف حد بيعملها قدامك عشان تعرف تحلها زي ما هو بيحلها. فبعد اذنكم حل المساله دي تاني بايدك، يعني اعتبر ان ده تاسك بسيط كده، اقفل الفيديو وقفه وحله تاني بايدك وطلع نفس الارقام. خلاص تعالى اما نشوف ايه اللي جاي بعد كده. بارت 12، بارت 12 يا شباب هو عباره عن مسائل بطبق فيها على الحاجات اللي فاتت. تعالى كده ناخد بسرعه ونشوف ايه اللي موجود. بيقول لك عندي 5 فولد كروس، ديت الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الكي فولد، يعني الكي عندي ثواني، يعني الكي عندي بتساوي 5 لانه بيقول لك 5 فولد كروس فاليديشن اللي هو كي فولد كروس فاليديشن، شال الكي وحط 5. از ابلايد اون ا داتا توتال سايز، النمبر بتاع الداتا كله كان بكام؟ توتال سايز ب 1000. بيقول لك وات سايز اوف تريننج داتا، ركز بقى معايا، انا عندي قانون بيقول لي ان التيست
هيساوي التريننج على الكي، يعني الف على خمسة هيساوي كام؟ 200. يبقى انا كده عندي الترين قد ايه؟ اطرح من الف يديك 800. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده. طيب السؤال التاني بيقول لك leave one out، ركز برضو كنا اتكلمنا عن ده. leave one out cross validation is applied on a data total size 1000. السايز بتاع الداتا 1000. بيقول لك what the number of experiment، في كام experiment هيتم؟ احنا اتفقنا ان عدد الاكسبيرمنت هو عدد الداتا، يبقى عندي هيبقى عندي 1000 experiment. طب ليه يا عم عدد الاكسبيرمنت هو عدد الداتا؟ لان احنا قلنا هو كل مره بيسيب صوره تيست وبيعمل 999 صوره في الترين وهكذا، يعني هيعدي على الداتا 1000 مره. ركز نقطتين مهمين جدا، تعال نشوف الاسئله اللي بعد كده. هنا دي مساله تيست ديستانس ماب بس بشكل مختلف، فانا قلت احطها عشان ايه محدش يتخض منها لو شافها، بس يعني دي يعني لو جابها لكم في الامتحان يبقى اللي هو عاوز الدكتور عاوز يحط مساله صعبه، فخلاص تعال نحلها. هنا مديني الشكل ده كده، الشكل اللي هو قدامك ده، ومديني علامات استفهام على الباوندري، وبيقول لي احسب لي طلع لي التريننج ايه ايمج، طلع التريننج ايمج، وبعد ما تطلع التريننج ايمج ان شاء الله يبقى اعمل ايه؟ يبقى احسب لي علامات الاستفهام دي. طب ما تيجي نطلع التريننج ايمج، هي الصوره دي لو انت جيت تعدها هتلاقيها ان شاء الله 7 في 7، هتلاقيها كام؟ 7 في 7. فتعالى اما نروح نعملها 7 في 7، 1 2 3، هي كده بقت 7 في 7 يا شباب. خلاص تعالى لما نكمل واحده واحده بقى. انا دلوقتي عاوز اجيب التريننج ايمج، يعني عاوز احل المساله بالعكس، ده فكره المساله كلها. اول حاجه هتلاقي في عندك اصفار، الاصفار دي كانت اصلها ايه؟ الاصفار ده اللي انا اعلم عليها بالاخضر دي، دي كانت في التريننج ايمج الباوندري اللي هي كانت الوحيد اللي بره، فالاصفار دي هنقلها هنا هتبقى 1 1 1 1 1 1 1 1. طب السالب 1 اللي هو ده خلاص ده اكيد كان صفر، ولما جيت احسب الديستانس بتاعه طلع بواحد، وعشان هو واحد حطه بسالب واحد، واي حاجه ثانيه في الصوره هتحطها باصفار. انت كانك بتحل المساله بالعكس، بس كده يبقى انت طلعت مين؟ اصفار 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 كله اصفار، خلاص كان حطيت كله ايه؟ اصفار. كده طلعت التريننج ايمج. بيقول لك احسب لي بقى علامات الاستفهام دي. علامات الاستفهام دي هتحسبها ازاي؟ هاجي مثلا علامه الاستفهام دي هلاقي اقرب باوندري ليها اهو، يعني انا مشيت 2 في الاكس هيبقى جذر 2 تربيع زائد 0 تربيع يطلع ب 2، فعلامه الاستفهام دي تبقى ب 2 وهكذا. كانك بتحل المساله بقى ايه؟ عادي خالص، وحلها وتاكد انك بتعرف تحلها بايدك، تمام؟ طيب تعالى هي إيه فكرتها بس في حته ان انت تعرف مين الباوندري ومين ايه الاوبجكت ومين الباك جراوند، وبتحط الباقي ايه؟ الباقي ايه يا شباب؟ بصفار. انا اسف هو بس في حاجه، ده مش هيبقى صفر، ده مش هيبقى صفر، ده هيبقى واحد، لان ده جوه الاوبجكت، ده جوه ايه؟ الاوبجكت، ده هيبقى بواحد، والباقي كله ايه؟ اصفار. حتى هتلاقيني معدله هنا ايه؟ ده هيبقى بواحد، خلاص؟ والباقي كله بصفار، انا جوه الصوره، انا جوه الاوبجكت، انا جوه الباوندري، يعني كله بواحد، واللي بره كله هيبقى بايه؟ بصفار. طيب السؤال اللي بعد كده جايب لك بيقول لك احسب لي البي شيب. انا احسب البي شيب ازاي؟ زي ما اتعودنا بشوف الواحد اتكرر كام مره، وبشوف ال وبطلع البي شيب بتاع الاوبجكت، وبعد كده بطلع البي شيب بتاع الباك جراوند، تمام؟ في بس هنا حاجه، لما تيجي تعمل كلاسيفيكيشن لو لقيت مثلا، يعني بعد ما طلعت بص كده على على اللي انا حددته بالاخضر ده، هنا لما طلعت ده البي شيب بتاع الاوبجكت والبي شيب بتاع الباك جراوند لقيت نقطه بنص، دي نص ودي نص، فلما هاجي احسب يعني ده نص وده نص، فدلوقتي لما هاجي احسب في التيست او الكلاسيفيكيشن هتاخد ده نص وده نص، يبقى مين اكبر؟ بص هيتفق مع بعض، هنحطها دايما بايه؟ باوبجكت. المفروض ان انا اعمل عمليه جس، اللي هو بتبقى عمليه جس بقى عشان ما يبقاش فيه بيبقى فيه انواع ايرور وكده، بس احنا اتفقنا هنحطها مع بعض ايه؟ واحد. لو حطها بصفر حطها بصفر، وطبعا هو هيحاول في المسائل دي يبعد لك عن موضوع النص، بس انا كنت حطيتها في البارت ده علشان نعرف كل الافكار ولو جات لنا فكره زي دي. طيب بعد كده نفس الفكره اللي هي بتاعت الشيدد بوينت، جايب لك الشيدد بوينت اللي هي ده اللي انا بظللها دي، بيقول لك محتاج كام صوره، هتعمل بنفس الطريقه هتطلع انت محتاج كام صوره؟ 2 بيكسل، عشان الشيدد بوينت دي كانت ب 6 من 10، كانت ب 6 من 10 وكان مديك كام صوره في التريننج ايمج؟ 5. فهتقوم قايل له كده اكس على 5 بيساوي 6 من 10، فهتضرب 5 في 6 من 10 هتطلع معاك ب 3، هو مديك 5 صور، يبقى الباك جراوند بتاعتك بكام؟ ب2، تمام؟ بس ده نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت، ومديك الصوره دي بيقول لك كلاسيفاي، ولا كاني شايفها واروح اعمل كلاسيفاي على مين؟
هشوف مين اكبر في البي شيب وفي البي باك جراوند. تمام كده احنا خلصنا كل المسائل اللي في المنهج وخلصنا البي شيب والديستانس ماب، ودول كان اخر نوعين معانا مسائل في المنهج وعرفنا النظري اللي عليهم. كده انت لسه لك معايا ان شاء الله تقريبا فيديوهين، فيديو هنراجع فيه على المنهج كامل وفيديو هنشرح فيه ايه الام ار اي تاني. يبقى انت لسه لك معايا فيديوهين، فيديو هنراجع فيه المنهج كامل وفيديو هنشرح فيه الام ار اي. ما تنسوش ان ما حاول تحل تاني المسائل كلها بايدك، لان الفيديو بتاع المراجعه هيبقى فيه كميه مسائل كتير. تمام اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم.